من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه اجتماع إيجابي، الاجتماع اللي انعقد امبارح ده مش كلامي، ده ملاحظة أو تعقيب خرج من وزارة الري النهاردة، وقالت أنه الاجتماع كان بيركز على مسائل إجرائية مرتبطة بجدول الاجتماعات، احنا هنتفق وفقا لأي مرجعية، يعني ايه آخر حاجة وصلنا لها، هنتكلم في ايه بالظبط، دور المراقبين وعددهم، كل التفاصيل دي هي التفاصيل اللي وصفتها وزارة الري وجات على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، بأنه الاجتماع الأول اللي حصل بعد مرور 3 أسابيع منذ إطلاق السودان المبادرة بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا لمائدة المفاوضات كان الاجتماع الأول امبارح 9 يونيو 2020، وده كان ماشي برضو مع اللي خرج من مجلس الأمن القومي من اللي انعقد امبارح برئاسة رئيس الجمهورية، إن مصر عندها استعداد للعودة للمفاوضات علشان تعرف نوايا الطرف الآخر، إذا كان ناوي يحل فعلا ولا إيه نواياه، يعني ده اللي كان اتكلم خرج بيه بيان امبارح، إنه التزام مصر بفكرة التفاوض للوصول لحل لأزمة سد النهضة. في عدد من الحاجات أو الأمور اللي أعلنت مصر خلال الاجتماع اللي تم امبارح إن هي الأساس بالنسبة لها، اللي هي الوثيقة اللي اسمها وثيقة 21 فبراير 2020، ودي كانت اللي تم إعدادها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي لما كان، لو حضراتكم تفتكروا في أول السنة، طبعا الأمور كتير أو بتحصل حوالينا، بفكر ناس يعني أنه آخر حاجة كانت تمت هي اللقاءات اللي كانت بتحصل في واشنطن، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكانت بمتابعة ومشاركة من الولايات المتحدة ومن البنك الدولي. فمصر قالت والله هي دي الوثيقة اللي احنا بنعتبرها مرجعية لينا علشان نبدأ للعمل في مسألة التفاوض مرة تانية.